فما هي إجراءات الدعوة؟ فلممارسة الدعوة لابد أن توفر إجراءات في المتقاضي، سواء المدعي أو المدعى عليه. فالإجراءات هي ذلك الوسائل التي يلزم أن تتوفر في المتقاضي. أولا، النزاع يتم عرضه على محكمة أولى، أي المحكمة الابتدائية، بواسطة مقال افتتاحي أو تصريح شفوي. يشترط في هذا الأخير أن يتقدم المدعي شخصيا لدى كتابة الضبط المحكمة بتصريحه، وفي الأخير يوقع عليه المدعي. وللحديث عن الإجراءات الدعوى، هناك مسطرة التبليغ. فمسطرة التبليغ لها شكليات ولها طرق ولها أيضا تسليم الاستدعاء. فبالنسبة لشكليات التبليغ، ينص المشرع في الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية على الشكليات التالية. اشترط أن تكون في المقال، سواء كان كتابي أو شفوي، تستدعي المحكمة حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها، ويتضمن هذا الاستدعاء الاسم العائلي والشخصي والأطراف وموضوع الطلب، ثم المحكمة التي يجب أن يبت أو تبت فيه، يوم وساعة الحضور. إذن ثانيا، طرق التبليغ، كيف يتم تبليغ هذه الاستدعاءات. تم تنظيم طرق التبليغ في الفصل 37 38 39 من قانون المسطرة المدنية، حيث نصت يوجه الاستدعاء إلى آخره. أولا، الطريقة الأولى، التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط، تعتبر الوسيلة الأولى التي ركز عليها المشرع في الفصل 37. ولكن رغم هذه الطريقة التي اعتبرها المشرع وسيلة فعالة في تبليغ الاستدعاءات، إلا أنها تبقى بطيئة، بمعنى عدم كفاءة الأعوان. في غالب الأحيان لن يقوم يملك شهادة التبليغ بالطريقة القانونية. ثانيا، الطريقة الثانية عن طريق مفوض قضائي. ظهر دور هيئة المفوض القضائيين على مكانة أعوان القضائيين، أي بمعنى أنه يختص بعملية التبليغ، سواء تعلق الأمر بالأوامر أو بالأحكام والقرارات أو الإجراءات، وأيضا تبليغ الإنذارات. وللتأكيد بأن المفوض القضائي فهو مختص في المجال الحضاري. أما بالنسبة للتبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، تعتبر هذه الطريقة الوسيلة الثالثة التي نص عليها المشرع، حيث يتم نقل الاستدعاء في هذه الحالة من خلال رسالة مضمونة مع الإشعار تحت إشهار كتابة الضبط المحكمة التي تنظر في النزاع. ولا يتم اللجوء إلى هذه الطريقة حتى إذا تعذر على العون القضائي التبليغ الاستدعاء إلى العنوان المعني فيه. ولكن تبقى هذه الوسيلة كما في الوسائل الأخرى تواجه إشكالية رفض الاستدعاء، بمعنى الكثير من الأشخاص أنهم يتملصون من هذا الالتزام بدعوى أن الظرف الذي تسلموا فارغ. رابعا، التبليغ بواسطة القيم. يظهر دور القيم عندما يكون موطن المدعى عليه مجهول، أي غير معروف، ويتم تعيين قيم من عون كتابة الضبط. ويجوز أيضا أن هذا القيم قد يكون من المفوضين القضائيين، لأنهم مختصين في التبليغ ويخضعون لمراقبة النيابة العامة، وأن القيم يبحث عن مكان المدعى عليه ويقدم المستندات والحجج، وفي بعض الأحيان يدافع عنه. وفي حالة تعذر القيم عن وجود مكان المدعى عليه،
أن يعلم القاضي بذلك. خامسا، التبليغ بالطريقة الإدارية. يتم الاستعانة في هذه الحالة بأعوان السلطة مثل الشيخ والمقدم أي المقدم وعناصر الشرطة والدرك الملكي، ويبقى اللجوء إلى هذه المسألة في الأماكن النائية أي الأماكن القروية التي يصعب على المفوضين القضائيين الوصول إليها. سادسا، التبليغ بالطريقة الدبلوماسية. تعتبر هذه الطريقة من بين الطرق التي تساعد القضاء على إيصال الاستدعاء إلى المعنيين بالأمر خارج تراب المملكة، وهذه الطريقة يتم اللجوء إليها عندما يكون المدعي عليه يقيم أو يقيم خارج تراب المملكة، ويتم تبليغه عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، وتتكفل هذه الأخيرة بنقل يعني الاستدعاء إلى السفارة أو القنصلية الأقرب للمحل إقامة الشخص المراد تبليغه. الفقرة الثالثة، تسليم الاستدعاء. ويتم تسليم الاستدعاء في طي مغلق، ولا يمكن الإشارة إلى أي شيء إلا الاسم الشخصي والعائلي إلى المعني بالأمر وعنوانه، ويحمل الطي خاتم المحكمة وتوقيع العون المكلف به، وبعدها يأتي دور العون كذلك في ملك شهادة التسليم بكل البيانات بملء شهادة التسليم بكل البيانات الواجبة، وللإشارة تاريخ قيامه والشخص الذي تسلم الاستدعاء، وبعد تسليم الطي إلى الشخص يطلب من هذا الأخير أن يوقع على الشهادة. وبعد الانتهاء من ملء الشهادة يستوجب على العون المكلف بإرجاء الشهادة إلى المحكمة. وفي حالة تم تسليم الاستدعاء إلى شخص آخر يستوجب ذكر السبب وما هو سبب تسليم هذا الشخص أي الشخص الغير المعني بالأمر هذه الاستدعاء. أولا هناك التسليم للشخص، ثانيا التسليم في الموطن. بالنسبة للتسليم للشخص، يسلم الاستدعاء إلى يد المدعي عليه شخصيا. ثانيا التسليم في الموطن، الاستدعاء يمكن أن يكون تبليغها صحيحا في كل مكان يتواجد فيه المدعي عليه، وهناك الموطن الحقيقي والموطن القانوني والموطن المختار. فبالنسبة للموطن، فقهاء المسطرة المدنية ميزوا بين ثلاثة الأنواع من المواطن: الموطن الحقيقي والموطن المختار ثم الموطن القانوني ومكتب المحامي. كنجيو الموطن الحقيقي، حدد المشرع هذا الموطن في الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى موطن المدعي عليه هو محل سكنه الاعتيادي أو مركز أعماله أو مصالحه. ثانيا الموطن المختار، فالمتقاضي له الحرية في تحديد موطن مختار سواء من بداية النزاع أو في أي مرحلة من مراحله. ثالثا الموطن القانوني، يظهر هذا الموطن عندما يتعين أو قلنا بأن يظهر هذا الموطن عند عدم الأهلية والموظفين، فعدم الأهلية فقد حدد المشرع موطنهم القانوني في مواطن الحقيقي عند أوصيائهم، والموظفي حدد المشرع موطنهم في المكان الذي يزاولونه فيه العمل. رابعا مكتب المحامي، عند تنصيب محامي من طرف المدعي عليه فالمحامي يعتبر مكانه موطن مختار للمدعي عليه. خامسا محل إقامة، حدد المشرع محل الإقامة للمدعي عليه عندما يكون هذا الأخير ليس له موطن في المغرب، فيتم استدعاؤه إلى محل إقامته حسب الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية. سادسا محل العمل، المستجدات التي آتت بها المسطرة المدنية نصت على إمكانية تبليغ أطراف الدعوة في محل عملهم. مكان التواجد،
التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون المسطرة المدنية في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية أنه يمكن تبليغ الاستدعاء في أي مكان يتواجد فيه المدعي عليه، ولكن هناك أماكن لا يجب أن يبلغ فيها الاستدعاء مثل المستشفيات والسجون. ثامنا، أهلية تسلم الاستدعاء. فالفصل 38 من قانون المسطرة المدنية حدد الأشخاص الذين يتسلمون الاستدعاء، أي الأقارب والخدم، بمعنى كل شخص موجود بالعنوان بات مؤهلا لتسليم الاستدعاء. وشكرا.